السلام عليكم يا سادس، كيفكم؟ شو أخباركم؟ معكم ثواني. السلام عليكم يا سادس، أهلا يا جنى، أهلا فيكم. عليكم السلام. طيب هلأ سادس، قبل ما تبدأ الحصة حطينا لكم في التعليقات، يعني لسه نحن 57 بدأوا الطلاب بالانضمام للحصة، حطينا لكم في التعليقات أول شيء رابط التقييم للحصة، بالإضافة إنكم برضو تحكوا لنا الأشياء اللي حابين نحن نشرحها، زائد حطينا رابط المجموعة للواتساب ورابط المجموعة للفيسبوك، إمكانكم تنضموا عليها إلى جروبات عشان إذا كان عندكم أي سؤال أجاوبكم عليها مباشرة. أهلا بالجميع يا سادس. طيب نبدأ اليوم بحصتنا مباشرة. أول شيء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أنا مس غادة من منصة أبواب، مدرسة إن شاء الله اللغة العربية. رح نكون مع بعض بحصص تفاعلية مباشرة، هاي الحصص رح نراجع فيها الدروس اللي مستصعبينها، وبرضه رح نحل فيها الأسئلة المهمة. أيضاً رح نعمل مسابقات مع بعض إن شاء الله. إن شاء الله اليوم رح نربح طالب من الطلاب مفتاح حتى يكون مفعل عنده الاشتراك مباشرة. هلأ يا سادس، حصصنا مش لنشرح بالتفصيل الدروس، لأنه أساساً الدروس مشروحة وموجودة على المنصة، لكن هاي الخدمة حالياً مجانية للطلاب، بإمكانكم تخبروا فيها أصحابكم، وبالإضافة رابط الواتساب يا رنيم هي موجود في التعليقات، بالإضافة بإمكانكم تشتركوا معنا في المسابقات علشان تربحوا المفتاح، ويكون موجود عندكم البثوث اللي رح يكون فيها المراجعة المكثفة، لأنه هلأ إحنا شرح الدروس للجميع، لكن المراجعة المكثفة للطلاب نفسهم. طيب هلأ أول شيء رح نبدأ شرحه يا سادس، أول شيء خليني أسمع منكم ثواني، في طلاب رافعين إيديهم، في سعيد، تفضلي يا مس سلمى. مرحبا مس. أهلا يا مس. مس أنتوا أخذتوا إشي هلا قبل؟ لا لسه، هاي نحن حاليا بدنا نبدأ بالحصة اليوم. تمام مس، شكرا لك. عفوا. طيب السلام عليكم مس. عليكم السلام يا عمر، كيفك يا مس؟ شو اخبارك؟ الحمد لله يا مس، الله يعطيك العافيه. الله يعافيك يا عمر، ان شاء الله اليوم تخليني اشارك. خلاص ان شاء الله باذن الله. بس هذا اهم شيء انه نشارك. ممتاز. بالاضافه غير المشاركه برضو اللي حيكون متفاعل كثير ان شاء الله، راح اختار منكم يكون ربح اليوم مفتاح، بالإضافة برضو على سين جيم أول ما تنتهي الحصة رح أنزلكم مباشرة سؤال على التطبيق، اللي بحله صحيح رح نتناقش فيه الحصة الجاي، ونربح فيها أيضا كمان مفتاح. مس؟ آي يا مس، أنا بحصة الإنجليزي سألت فريق الدعم الفني، لأني فتحت ما عرفت إنه وين أحط الجواب على سين جيم، لأنه حكى بس خمس حروف. أيوة لا هلأ أنا رح أنزله باسمي، وبتكون موجود صورة الأستاذ اللي نزل فيها السؤال، رح أكون حاطة صورتي والاسم بالتليجرام صح؟ لا بالتطبيق نفسه. أوكي. وهلأ حطينا بالشات رابط الواتساب ورابط الفيسبوك. تمام. هلأ سادس خلونا نبدأ أول شيء بقاعدة الوحدة الثانية. الوحدة الثانية القاعدة عندنا بتتحدث عن إنا وأخواتها. هلأ أنا يا سادس ما بدي أدخل لكم مباشرة على إنا وأخواتها وهاي الأمور،
هلا انتوا اخذتوا سابقا بالصف الرابع عن إلنا واخواتهم، لكن قبل ما ابدا بالشرح عنها بدي اتعرف على الجمله الاسميه. الجمله الاسميه يا سادس، اشوف منكم اكتبوا لي بالشات ما هي الجمله الاسميه. جنى، ما هي الجمله الاسميه؟ هي الجملة التي تبدأ بمبتدأ وخبر. تبدأ بإس، ممتاز. إذا الجملة الإسمية يا سادس هي الجملة التي تبدأ باسما، والاسم هو كل ما قبل التعريف. طيب هاي الجملة الإسمية يا سادس بتتكون من مبتدأ وخبر. المبتدأ والخبر دائما ما بهما مرفوعان. ما معنى مرفوعان؟ يعني إذا كان مفرد رح يكون مرفوع بالضمة، وإذا كان مثنى رح يكون مرفوع بالألف، وكان جمع مذكر سالم رح يكون مرفوع بالواو. طيب إذا بنضلنا متذكرين يا سادس إن الجملة الإسمية هي كل جملة تبدأ باسم وتتكون من مبتدأ وخبر، والمبتدأ والخبر دائما مرفوعان. طيب نشوف مثال الطالب متميز. الطالب متميز هي جملة اسمية بدأت بس، فالطالب ايش بعربها يا سادس؟ بعربها مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة. طيب بسأل ما به هذا الطالب؟ هذا الطالب متميز، فمتميز كان خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة. إذن الجملة الإسمية هي كل جملة تبدأ باسم وتتكون دائما من مبتدأ وخبر، المبتدأ مرفوع والخبر أيضا مرفوع. طيب مس نحن أخذنا من قبل وبنعرف أن الجملة الإسمية هي الجملة التي تبدأ باسم وتتكون من مبتدأ وخبر. شو الشيء الجديد يا سادس اللي رح نتعرف عليه بدرس اليوم؟ الشيء الجديد بدنا نتعرف على إن وأخواتها. إن وأخواتها يا سادس هي عائلة من عائلات اللغة العربية. هاي العائلة عندها شرط. هاي العائلة بتحكي لك أنا ما بدخل إلا على الجملة الإسمية. طيب أنا لما أدخل على الجملة الإسمية هاي العائلة دائما قوية، بدها تحدث عليها تغيير. طيب شو دفتر العائلة إلها؟ عندي إن، أن، كأن، لكن، ليت، ولعل. إذن عندي عائلة مكونة من 6 أشخاص: إن، أن، كأن، لكن، ليت، ولعل. هاي العائلة يا سادس بتحكي لك ما بدخل إلا على الجملة الإسمية، بس لما أدخل برضو على الجملة الإسمية من قوتي لازم أحدث عليها تغيير. إيش التغيير اللي رح تحدثه على هاي الجملة الإسمية؟ هلأ أنا قبل شوي شو حكينا في الأعلى؟ حكينا المبتدأ والخبر مرفوعاً. طيب التغيير اللي رح تحدثه هاي العائلة القوية تحكي لك أنا بدخل على الجملة الإسمية المكونة من مبتدأ وخبر، لكن رح أخذ المبتدأ وأسميه اسمي، بس رح أغير حركته ويصير منصوب، ورح أخذ الخبر وأسميه خبري، لكن رح يبقى مرفوع. إذن هاي العائلة القوية بتحكي لك بدخل على الجملة الإسمية اسم إن وأخواتها ما به منصوب، وخبرها يا سادس ما به مرفوع. طيب نشوف الأمثلة اللي موجودة أمامنا. الطالب متميز، الطالب متميز جملة إسمية. كيف عرفت؟ لأنها بدأت باسم. طيب هاي الجملة الإسمية نلاحظ إنه المبتدأ ما به مرفوع بالضمة، والخبر نفس الشيء مرفوع بالضم، أو زي ما بنحكي دائما تنوين الضم. بلاحظ دخلت عليها إن، وإن هي مجموعة أو واحدة من عائلة إن وأخواتها. طيب بنلاحظ كان
الطالب ضمة مرفوع بالضمة. طب لما دخل على إن صار الطالب أو الطالبة، الطالبة، لأنه إن وأخواتها حكينا هون إنه اسمها منصوب، فإن من أخوات إن حرف مصدر ونصب، دخلت على الطالبة، الطالبة اسم إن منصوب. ليش منصوب يا سادس؟ لأنه سبقها إن. طب ما به هذا الطالب؟ متميز، متميز خبر إن مرفوع. إذا قبل ما نحل الأمثلة اللي تبقت، أنا عندي الجملة الإسمية المكونة من مبتدأ وخبر. دائما المبتدأ والخبر مرفوعان، بتدخل على هاي الجملة عائلة قوية جدا اسمها إن وأخواتها. لما تدخل هاي العائلة على الجملة الإسمية لازم تحدث عليها تغيير. شو التغيير اللي رح تحدثه يا سادس؟ رح تنصب المبتدأ ويسمى اسمها، وترفع الخبر ورح تسمي خبرها. إذا اسم إن وأخواتها دائما منصوب وخبرها دائما مرفوع. طيب مين هي هاي العائلة؟ إن، أن، كأن، لكن، ليت، ولعل. إذن ست أفراد من هاي العائلة. حكينا الطالب متميزا جملة اسمية مكونة من مبتدأ وخبر، لما دخلت عليها إن صارت الكلمة اللي بعدها مباشرة منصوبة لأنها اسم إن منصوب، واللي بعدها مرفوعة لأنها خبر إن مرفوع. طيب لاحظوا معاي الآن، في عندي السماء صافية. السماء صافية جملة اسمية مكونة من مبتدأ وخبر، السماء مرفوعة بالضمة، وصافية صافية مرفوعة بتنوين الضم. دخلت عليها ليتا، وليتا لازم أكون حافظة إنها من عائلة إن وأخواتها. طب لما دخلت عليها ليتا، إيش الحركة اللي لازم تكون على السماء يا سادس؟ مين يجاوبني؟ هيا محمد أو جنى؟ مش هيا محمد. الفتحة. ممتاز، لازم يكون على السماء الفتحة. ليش يا محمد؟ لأنها أجت قبليها ليتا وصارت منصوب. ممتاز، إذن لأنها اسم ليتا منصوب. طيب الآن صافية، مين يحكي لي إيش الحركة المناسبة اللي لازم تكون على صافية؟ وسام. جنى. جنى يلا. تنوين ضم. ممتاز، إذا لازم يكون على صافية تنوين الضم. طب لماذا يا جنى؟ لأنه يمت خبر إنا، خبر ليتا، وليتا من أخوات إنا. إذا إنا وأخواتها كلهم الستة، الست أفراد، إنا وأنا وكأن ولكن وليتا ولعل أيضا، كلهم لما يدخلوا على الجملة الإسمية اسمها لازم يكون منصوب وخبرها أيضا مرفوع. طيب الآن عندي المذنب بريء، جملة إسمية مكونة من مبتدأ وخبر. هيها يا سادس، المذنب مرفوعة بالضمة، وبريء خبر مرفوع بتنوين الضم. دخلت عليها لعل، ولعل من أخوات إن. لعل لما دخلت على الجملة إيش الحركة المناسبة راح تصير للمذنب، وما الحركة المناسبة اللي لازم تصير لبريء؟ ميار. عبد الله. كيرين. مشعل أيضا. أيا مس. يا عبد الله، ايش الحركة اللي لازم تكون للمذنب؟ المذنبة فتحة. ممتاز، ليش طب حطينا فتحة يا عبد الله؟ لأنها اسم
اسم لعل منصوب بالفتحة. ممتاز، إذن اسم لعل منصوب. طيب الآن مين يحكي لي بريء؟ نعم. الحركة المناسبة إلها، يلا يا ريم. بريء تنوين ضم. ممتاز، ليش حطينا تنوين الضم؟ لأنه ليت مرفوعة من خوات إن وخواتها. لعل لأنها من أخوات إن، خبرها إيش بيكون؟ تنوين ضم مرفوع. ممتاز، مرفوع بتنوين الضم، أحسنتي يا ريم. طيب هلأ عندي الأمر سهل، جملة اسمية مكونة من مبتدأ وخبر. الأمر مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه هي الضمة، وسهل أيضا خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة، لكن دخلت عليها أن، وأن بتذكر إنها من إن وأخواتها، فبحكي علمت أن الأمر أم الأمر؟ نشوف من في عنا. أنس، في بيسان، بتول، ريم. السلام عليكم. عليكم السلام. يا بيسان، هلأ شو الحركة المناسبة للأمر؟ فتحة. ممتاز، ليش رح نحط الفتحة يا بيسان؟ لأنها منصوب. ممتاز، لأنها منصوبة، اسم أن منصوبة بالفتحة. يا مس. مس. يا مس. سامع الصوت طالع؟ سامعك يا أنس. شو؟ أي طيب سؤال؟ أنس، سهل، ما الحركة المناسبة؟ بحكي سهلاً أم سهل؟ سهل. ممتاز، ليش حطينا تنوين الضم يا أنس؟ لأنها ممصوصة، لأن محمد منصوبة. لا، لأنها خبر أن وبتكون مرفوعة، صح؟ ممتاز. طيب الآن عمر بسألنا كيف بدي أعرف إذا الكلمة منصوبة؟ النصب يا عمر بيكون بالفتحة، والرفع بيكون بالضمة. طيب هلأ عنا الصبح جميلا، جملة اسمية هيها، بدأت باسم، الصبح مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة، وجميلا خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة. طيب الآن دخلت عليها كأن، يعني شوف ان احنا بكل الأمثلة استخدمنا إن وأخواتها جميعا، كأن من أخوات إن. لما دخلت على هاي الجملة الإسمية الصبح، إيش رح تصير حركتها؟ بدي أشوف بالشات وين عمر، مو شايفك يا مس، رافع إيدك عشان. طيب ننزل لتحت. في عنا سيدرا، رنيم. هلا شو الحركة المناسبة يا مس للصبح؟ الفتحة. ممتاز، ليش الفتحة؟ لأن سبقها اسم حرف منصوب. كأن، ولأنها كأن من الصبح. ممتاز، جميل، تنوين الضم. ممتاز، جميل. طب هلأ بتقدر تحكي لنا يا مس ليش الصبح حطينا فتحة وجميل حطينا تنوين الضم؟ لا، لأنه الصبح سبقها حرف منصوب. كأن، وهي من إن وأخواتها، اسمها منصوب. ممتاز. طيب وجميل إيش بعتبرها؟ خبر. ممتاز، خبر كأن مرفوع، أحسنت يا جود. طيب عندي الجملة الأخيرة، المدرسة جميلة ومكانها بعيد. هي مكانها بعيد، جملة اسمية ضمة وتنوين الضم. طيب المدرسة جميلة، لكن دخلت عليها لكن. خلينا نشوف يا سادس من الطلاب اللي ما شاركوا، يلا يا يامن. أمس. يا مس، هلأ مكان
ايش رح تكون، فتحة ولا ضمة؟ مكان ضمة. لا هلا، لكن من إن وأخواتها اسم. آه صح صح صح. منصوب. منصوب. ممتاز. لكن مكانها، إذا حطينا الفتحة لأنه اسم لكن منصوب. طيب. منصوب. ممتاز يا يامن. نشوف طالب لا كلمة بعيد. بعيد إيش الحركة المناسبة إلها زينة؟ تنوين الضم. ممتاز. ليش التنوين الضم يا زينة؟ لأنه لكن دخلت على الجملة. وبعيد إيش بعتبرها؟ بعيد خبر مرفوع. خبر لكن مرفوع. ممتاز يا مس. إذا يا سادس بتوصل بالنهاية إن وأخواتها على أي جملة فقط بتدخل؟ تدخل فقط على الجملة الاسمية. لما تدخل على الجملة الاسمية رح تحدث عليها تغيير. شو التغيير اللي رح تحدثه؟ رح تاخذ المبتدأ وبتسميه اسمها، لكن رح يصير هذا المبتدأ منصوب، رح يبطل مرفوع. بعدين رح تاخذ الخبر وتسميه خبرها، ورح يضل هذا الخبر مرفوع. إذا إن وأخواتها تدخل فقط على الجملة الإسمية، والجملة الإسمية تكون مكونة من مبتدأ وخبر. المبتدأ والخبر دائما مرفوعان، لكن إن وأخواتها عائلة قوية جدا، لما دخلت على هاي الجملة غيرت فيها الحركات. شو الحركات؟ اسم إن وأخواتها رح يكون منصوب بالفتحة، وخبر إن وأخواتها رح يكون مرفوع بالضم أو بتنوين الضم. طيب نشوف في إذا عندكم أسئلة. إذا ما في أسئلة علشان نبدأ بحل أسئلة الكتاب. هلا رح أنزل الأيدي، فقط اللي عنده سؤال يا سادس قبل ما أبدأ بالشرح يرفع إيده أو يسألني. طيب عندي محمد. آه يا مس. مس عادي تعيدي إن وأخواتها؟ أكيد بالطبع. طيب شوف يا محمد، أنا في عندي جملة باللغة العربية إيش بسميها؟ الجملة الإسمية. تمام؟ من انت الصف الرابع بتعرفوا ان الجملة الاسمية إلها ركنان فقط. الركن الاول بسميه مبتدأ، والركن الثاني بسميه ايش؟ الخبر. طيب هدول المبتدأ والخبر دائما مرفوعان، يعني بتكون حركتهم الضمة. هاي الجملة رح تدخل عليها عائلة من عائلات اللغة العربية. هاي العائلة ايش بسميها؟ إن وأخواتها. هم ست أفراد فقط. إن، أن، كأن، لكن، ليت، ولعل. هاي الست أفراد لما يدخلوا على الجملة الإسمية تحكي لك أنا ما بدخل على الجملة الإسمية بدون ما أحدث عليها أي تغيير. أنا عندي شرط، لما أدخل مكان لازم يكون سيطرتي أو قوتي موجودة ومسيطرة على المكان. طب شو قوة إن وأخواتها؟ تحكي لك لما دخلت على الجملة الإسمية رح أخذ المبتدأ، هذا المبتدأ رح أسميه اسمي، بس رح أغير حركته من الضمة وتصير الفتحة، زي لما حكيت الطالب متميز. تمام؟ نحن رحنا حكينا دخلت عليها إن، لما دخلت عليها إن بتحكي لك ما رح أخلي المبتدأ مرفوع بالضمة، لا أنا لازم أغير فيه شغلة تثبت سيطرتي على هاي الجملة الإسمية. طب كيف أثبتت إن وأخواتها سيطرتها على هاي الجملة؟ راحت على المبتدأ أخذته، سمته اسمها، وغيرت حركته من الفتح من الضمة وصارت فتحة، وسمته اسمها وصار منصوب، وراحت للخبر وأخذته لكن خلته مرفوع. إذن اسم إن وأخواتها منصوب وخبرها مرفوع. تمام؟
تمام شكرا. إن أو أن أو كأن لكن ليت ولعل الست رح يعملوا نفس الشيء. اسمهم الاسم المباشر اللي رح يجي بعدهم رح يكون منصوب بالفتحة، واللي بعده أيضا رح يكون خبرها رح يكون مرفوع بالضمة. شكرا. عفوا. طيب نشوف عنا رنا. رنا عندك سؤال يا مس؟ في سلمى أيضا. يا مس. هاي سلمى تفضلي. هلا هاي مراجعة صح؟ لا نحن اليوم بدأنا بهذا الدرس. هلا وين هذا الدرس؟ أنا مش شايفيته عندي. هذا بالوحدة الثانية موجود عندك، اسمه قاعدة إن وأخواتها. بس إحنا مس لساتنا يعني لقبل كتير الدرس الثاني. نحن في الدرس الثاني. انتوا لسه يعني قصدك بشرح الدرس نفسه مواقف مش هيني شفتها يا مس. ايوه بالضبط، هي اللي هي إن وأخواتها. تمام يا مس، بس خلينا نجاوب. تمام هلا رح خليكم كلكم تجاوبوا ان شاء الله. شكرا يا مس. عفوا. طيب مين ضل كمان قبل ما الو عمر، لانه كاتب بده يسأل سؤال. وين عمر؟ المشكلة هلا يا رنا. بس انت بس عادي بدي اسأل، بترفعي لي المايك وبتصير بتنقي حد ثاني عشان هيك، علشان اللي بيفتح بسرعة. ميس هسرش حكيتي، ميس مش حكيت انه بس تيجي ان او لكن على الكلمة، بس ليش بس بتخلي المبتدأ فتحة والخبر بتنوين الضم؟ لانه حكينا لانه حكينا هاي العائله قويه، كيف فرضت سيطرتها على الجمله الاسميه؟ غيرت فيها المبتدا وصار منصوب والخبر صار مرفوع. يعني ما بتسال سؤال. يا مس بس خلينا نكمل. مس بس شو اسمه؟ لم ليش ما بنصير مثلا لازم بس اسألي. بس تكون منصوبة لازم نحط بس فتحة؟ ايه لا بس تكون منصوبة. صوت مقطع عندك يا رنا. يلا يا مس بس دقيقة. سمعتني يا مس؟ سامعك. بس تكون ليش ما بتغير الحركة؟ مش صار لازم تكون منصوبة، ليش ما بتتغير الحركة؟ ليش ما بنحط مثلا ضمة أو سكون؟ لأن النصب بيكون بالفتحة والرفع بالضمة والجر بالكسرة دائما. الرفع فتحة والنصب الرفع ضمة والنصب فتحة والجر كسرة. خلاص أوكي تمام. يلا عمر سؤالك يا مس. خليني أجاوب. هلا بس لأنه ضيعنا الكتاب. عمر ايش سؤالك يا مس؟ بس سؤال لو اجا اول اشي كلاعبة او زي هيك كأن لاعبة او ليت لاعبة بزبط ولا لا؟ او كيف يعني تشرحي لي اياها يا مس لو سمحتي. ايش هي يا مس؟ لو مثال اجالي ليت لعب احمد بالكرة السلة. هلا لعبة جملة فعلية ما بدخل عليها إن وأخواتها أبدا أبدا. إن وأخواتها إذا بدها تعمل عملها رح تدخل على الجملة الإسمية، ما بتدخل على الجملة الفعلية. إذا دخلت على الفعل صار إلها إعراب مختلف يا عمر. تمام شكرا لك. عفوا. طيب الآن بس خلونا نفتح على الكتاب. ثواني. هاي عنا ضع خط تحت أو تحت اسم إن أو إحدى أخواتها وخطين تحت خبرها. يلا. قال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. أول شيء إن من أخوات إن وأخواتها، إذن الحرف عندي إن،
وين اسم إن عشان نحط تحته خط وخبرها عشان نحط خطين؟ ثواني. يلا يا رنا، وين اسم إنا؟ بس شوية ماس. طيب نشوف هبة. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. اللهم أسر السماء علينا مدرارا. اللهم أسر السماء علينا مدرارا. أي مس؟ أين اسم إنا؟ مس اسم سلمى. سلمى، تمام. أي السؤال؟ السؤال الأول مطلوب منا نحط خط تحت اسم إنا وخطين تحت خبرها. هاي إنا موجودة عندي، وين اسمها؟ إن زلزلت الساعة شيء عظيم. إن زلزلت، بس الاسم الأول بحط تحته خط، وشو الحركة اللي موجودة عليها يا سلمى؟ فتحة. ممتاز. طيب الآن وين خبرها يا عمر؟ لمس. يا رنا، بس هي رجعت من برا. طيب وين خبرها يا رنا؟ عند قال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم. حكينا اسمها زلزلة، وين خبرها؟ الساعة. الساعة لا، الساعة مضاف إليه. ما بها زلزلة الساعة؟ بس مش حكيتي مس يا أيها الناس اتقوا ربكم، مش إنا بعدين جبتها مبتدأ، بعدين الساعة خبر إنا. بس هلأ الساعة لاحظي إنها مجرورة بالكسرة مضاف إليه، فهلأ شيء ما بها زلزلة الساعة شيء عظيم، فكلمة شيء خبر إن. طيب هلأ الثانية، قرأت قصة طويلة لكن أحداثها شائقة. عندي لكن من أخوات إنا، وين يا عمر اسمها؟ أحداثها هي اسم لكن منصوب بالفتحة. أحداثها، ممتاز. اسم إنا منصوب بالفتحة، حطينا تحت خط واحد. طيب هلأ بيسان، وين خبر لكن؟ حاولي يا مس إنه بسرعة. خبر لكن شيء شائقة. ممتاز، شائقة، حطينا تحت خطين لأنها خبر لكن، وحكينا اسمها بيكون منصوب بالفتحة وخبرها مرفوع بتنوين الضم. طيب جيم، كأن العالم قرية صغيرة. طيب نشوف في عنا وسام. هلأ حاولوا مس اللي شارك ينزل إيده علشان نعطي مجال للطلاب الثانية. عندي وسام، عند كأن من أخوات إن دخلت على الجملة الإسمية، وين اسمها؟ كأن. وين اسم كأن؟ أني وحدة. العالم. ممتاز، العالم اسم، كأن منصوب. طيب ريم، إن ريم غسان، وين خبر كأن يا ريم؟ قرية. ممتاز، قرية خبر كأن مرفوع. هلأ السؤال الثاني يا سادس، مطلوب أدخل إن وأو إحدى أخواتها على الجمل الآتية، لكن الجمل الموجودة عندي كلها جمل اسمية، لما بدي أدخل إن وأخواتها بدي أحدث عليها التغيير، والتغيير اللي اتفقنا عليه مع هاي العائلة إنه اسمها منصوب وخبرها مرفوع. يلا، عندي الحوار هادف، الحوار هادف مبتدأ وخبر
والمبتدأ والخبر زي ما اتفقنا أيضا دائما مرفوعا. لما دخلت عليهم هاي الجملة ريماس عماد كيف رح تصير؟ مرحبا مس. أهلا يا مس. مس بس بدي أسأل سؤال. أي مس. مس بس المبتدأ أنا مو فاهمة. المبتدأ شو يعني مبتدأ وشو يعني خبر يا مس؟ المبتدأ والخبر هم أركان الجملة الإسمية. هلأ كيف بعرف الجملة الإسمية؟ الجملة الإسمية هي كل جملة رح تبدأ باسم، والاسم برضو كيف رح أعرفه علشان نكون فاهمين؟ رح يقبل أل التعريف. فلاحظ عندي الحوار اسم قبل أل التعريف بالبداية، صح ولا لا؟ صح. إذن معناته مباشرة العزة لله، الله أكبر الله أكبر، بعرف إنه هاي الجملة اسمية لأنها بدأت باسم. طيب لما عرفتها إنها جملة اسمية، الجملة الاسمية دائما يا سادس أركانها مبتدأ وخبر. تمام. طيب هلأ لما بدي أدخل عليها إن على سبيل المثال كيف رح تصير يا مس؟ في جنوار هادف. ممتاز. إن الحوار هادف. إن صارت الحوار حركتها الفتحة وهادفا ظلت تنوين الضم. طيب المرأة قائدة عندي جود موسى، مبتدأ وخبر مرفوعان، كيف لو بدي أدخل عليها واحدة من أخوات إن؟ شو رح تصير؟ إن الإمرأة قائدة. إن الصديق. إن الإمرأة قائدة. إن الإمرأة قائدة. إن المرأة مرأة قائدة. ممتاز يا سادس. طيب جيم عندي الصديق مخلصا، في عنا سنتر. سنتر. إن الصديق مخلص. ممتاز. طيب إن الصديق، إيش الحركة لازم تكون على الصديق يا مس؟ ضمة الفتحة. إن الصديق يا مس. إن الصديق مخلصا، الصديق مخلص. اسم إن ومخلصا خبرها المرفوع. طيب فاطمة مجتهدة جملة إسمية مكونة من مبتدأ وخبر، عنا يقين على إن الفاطمة. إن فاطمة مجتهدة. ممتاز. إن فاطمة مجتهدة. بس أنا مس. أي مس. مس أنا يقين. تمام يا يقين، يلا ضلك معانا عشان تحلي معاي السؤال ثلاث ألف. سؤال ثلاث مطلوب منا نكمل الفراغ فيما يأتي، وبرضه بدنا نغير الحركة المناسبة. شوف تضبط الكلمة. آي مس. آي مس مين اللي بيحكي؟ هلأ عندي الفلاح نشيط، هي جملة اسمية صح؟ بدي أدخل عليها إن أو إحدى أخواتها اللي رح تكون صحيحة معها. هلأ لو بدنا ندخل عليها إن، إيش الحركة المناسبة للفلاح؟ مس فتحة. شدة. شدة وفتحة. مس. ممتاز. يقين. مس. لا. أي مس. أي مس. بس حكيت إن أنا أحل السؤال. يلا يا يقين. مس أنا بس حلينا كتبت كأن الفرج قريبا. لا لا لسه بدنا نحل ألف. إن الفلاح إيش لازم تكون حركتها؟ فتحة ونشيط ضمة. ممتاز. إن الفلاحة نشيطا، لأن الفلاح اسم إن منصوب ونشيطا خبر إن مرفوع. طيب في عندي سما وفي سلمى شاويش، في عمر،
هلا مس أنا اللي بفتح المايك بالأول هو اللي بيجاوب. في نجاة. أمس. آي أمس. طيب هلا عنا الفرج قريب، دخلي لي عليها واحدة من أخوات إنا. كأن الفرج قريب. أو مين اللي أنسب إلها؟ كأن ولا لعل؟ لعل. ممتاز. لعل الفرج إيش حركتها؟ ضمة. لا فتحة. الفرج فتحة لأنه إن وأخواتها اسمها منصوب. طب قريب تنوين ضم. ممتاز. لعل الفرج قريب. طيب جيم. كانت الندوة العلمية منظمة. طيب نشوف محمد علي الزعبي أو نادية، في ياسمين الشام. ألا مس؟ ألا يا مس؟ جيم صح؟ آه. كانت الندوة العلمية منظمة لكن وقتها قصير. لكن وقتها قصير. ممتاز يا مس. إذن وقتها اسم لكن منصوب، وقصير خبر لكن مرفوع. طيب دال هلا باجي بحكي. آي يا مس. السلام عليكم. وعليكم السلام. هلا دال صح مس؟ نعم يا نادية. هلا شو بحكي؟ إن السعادة دائمة. ممتاز. طيب خلينا نستخدم من اللي ما استخدمناهم، ممكن نحط كأن صح؟ بالضبط. ممتاز. كأن السعادة إيش حركتها؟ السعادة فتحة. ممتاز. ودائمة استطلعتني. ممتاز. طيب ميار علمتوا إيش من أخوات كان اللي لازم أحطها؟ أن. ممتاز. علمتوا أن الطائرة إيش حركتها؟ فتحة. ومقلعة تنوين ضم. ممتاز. إذن علمتوا أن الطائرة مقلعة، اسمها منصوب وخبرها مرفوع. هلأ السؤال الرابع. مش هذا جواب؟ أكيد. مين معي؟ أنا عندي بالزوم مشكلة إنه ما أحب يشوف التعليقات. عامل ما بعرف إيش بالشات، عامل إيش بالشات هوت أند ما بعرف إيش، بس ما بتبين لكم. أنا بشوف التعليقات. هاي ثواني بس لنخلص حل الأسئلة ورح أفتح التعليقات. تمام يعني. طيب هلأ خلونا نحل. هلأ بس بدي أكمل الفراغ اللي موجود عندي. بدي أختار من بين القوسين الكلمة المناسبة. إن وأخواتها اسمها منصوب، هيها موجودة عندي الدينة، فعليها حركة. طب إن الدينة المعاملة أم المعاملة؟ يلا يا محمد. إن الدين إيش يا محمد؟ خبر إن وأخواته مرفوع ولا منصوب؟ مرفوع. إذن شو علامة الرفع؟ ضمة. ممتاز. إن الدين المعاملة. طيب ليت من إن وأخواتها أيضا. ليت بحكي الشجرة أم الشجرة أم الشجرة مثمرة؟ مش عادي جواب؟ يعني. أنا عادي جواب. خلينا أشوف مين ما جاوب. في محمد علي الزعبي جاوبت؟ في طلاب برضو ما جاوبوا. نشوف في علي صالح، دين صالح. مس. روحي. هيها. ليس بحكي الشجرة أم الشجرة أم الشجرة؟ احنا قلنا بيجي الخبر مضموم
ويجي المبتدا بيجي مفتوح. ممتاز. اذا شو الحركه؟ شجره. ممتاز يا مس. اذا ان الشجره مثمره. احسنت. طيب في السماء غيوم لكن الجو ام الجو ام الجو دافئ؟ جو. مس انا بدي اجاوب. بدي اجاوب. يلا جاوبي يا مس. الجو. ممتاز. لكن الجو دافئ. طيب علمت أن نسرين ثواني متفوقة أم متفوقة أم متفوقة ثواني. بس نادية جاوب. مين بحكي؟ بس أنا نادية. خليني يا نادية بس ثواني يا ناس أنه الصفحة راحت. تمام. في ثواني نشوف في من الطلاب اللي ما جاوبوا. في عبد الله عطية، أحمد، مصعب، تمارا. أنا بعطيكم allow to talk وإنتوا يا مس بس بتفتحوا من عندكم المايك. مس. يا مس. مس أنا أحمد. أهلا يا أحمد. هلأ يا أحمد بحكي علمت أن نسرينا متفوقة. مس عادة تعيد الحصة لأن هلأ أجيك. بس ثواني. أحمد. نعم مس. يلا بحكي علمت أن نسرين متفوقة أم متفوقة أم متفوقة؟ متفوقة. ممتاز. متفوقة. ليش اخترت متفوقة يا أحمد؟ بس مش عارف السؤال وين بالكتاب. بيفتح على إن وأخواتها. علشان ما أضيع عندي الصفحة صراحة. تمام. من الصفحة 18 بكتاب العربي. 18. هاي فتحت 18. طيب أحمد ليش اخترت لنا متفوقة؟ ليش ما اخترت متفوقة أو متفوقة؟ لأنه خبر أن مرفوع ولا منصوب ولا مجرور؟ لا مرفوع. ممتاز. أحسنت. طيب هلأ ضل عنا آخر شيء بدنا نحذف إن وأخواتها. بعدين بدي أغير اللازم. شو يعني مطلوب مني يا سادس؟ يعني مطلوب مني أرجع الجملة زي ما كانت من مبتدأ وخبر، والمبتدأ والخبر دائماً مرفوعان. عندي محمد علي الزعبي. بس أنا ما شاركت. بس أنا ما شاركت. مين ما شارك؟ لين صار. أنا لين. تمام. يلا يا لين. هلأ عندي لعل الطريق معبدا. تمام؟ هلأ هي جملة اسمية دخلت عليها لعل، ولعل اسمها منصوب وخبرها مرفوع. رجعي لي إياها جملة اسمية احذفي منها إن. شو رح تصير؟ الطريق معبد. ممتاز. الطريق حركتها ضمة، معبدا حركتها تنوين ضم. أسا شو صارت مكونة من مبتدأ وخبر. أحسنت يا لين. طيب هلأ عنا ليت المحبة دائمة. سعادة جاوبت. مين ما شارك لسه؟ أنا ما جاوبت. يلا تمام. احذف يا مس ليت. هذا شارك. ليت محبة. ليت المحبة دائمة. بدي احذف ليت. ايش رح تصير؟ محبة دائمة. محبة دائمة. المحبة دائمة. ممتاز. طيب هل عندي الثوب جميل لكن الثمن مرتفع؟ بدي احذف لكن. ايش رح تصير يا مس؟ بس جواب. بدي نشوف مين ما شاركوا. بس انا مزيد. بس انا شاركت بس مره واحده.
في عندي مؤمن السقرات. أي ماشي. يلا يا مؤمن، عندي احذف لي لكن ايش راح تصير حركة الثمن؟ الثوب جميل والثمن مرتفع. أحسنت يا مؤمن، والثمن مرتفع. أحسنت أيضا، أصبحت مبتدأ وخبر. خلونا نشوف آخر إيه. بدي أشوف عنهم المايك. كرم مسألة ما جاوبت. سعدي أجاوب؟ هلا رح نبرضه من جميع برضو أسئلة. مس عادي أنا. كرم. مرحبا يا مس. هلا يا مس. إن احترام الناس واجب. احترام الناس واجب. احترام الناس واجب. أنت أصبحت من مبتدأ وخبر. طيب اكتبوا لي بالتعليقات الآن، بدي حدا شاطر أول واحد. الله يعافيك. أول واحد رح يحكي لي إيش إعراب الناس رح يفوز معنا. مس أنا. لا بدي بالتعليقات بسرعة. مضاف إلى مصعب. ممتاز مصعب أول واحد. مصعب هاي بدي أنزل الأيدي وإرفع إيدك، اللي هو اللي باسم مصعب هو أساساً أنس. إرفع إيدك يا مس. مس غادة. آه يا مس. مس التعليقات ما بتبين عنا. آه بس مضاف إليه. إليه مجرور بالكسرة. وين مصعب؟ مصعب اللي بيحكي؟ ممتاز يا مصعب. طيب مصعب اكتب لي في التعليقات الرقم علشان يتواصلوا معك على الرقم علشان يعطوك المفتاح. هلا ما حدا حيشوف الا انا. مش يعني مفتاح اللي هي يعني الاشتراك. اكتب لي يا مس علشان ما يضيع بين المسجات. مس. اه يا مس. بس أنا أحمد بس بدي أحكي لك هالساعة. عندي الشاشة مو مبينة. شاشة المسجات؟ لا شاشة الشرح اللي بتشرحي عليها. هلأ أنا عاملها شير. مبينة عندكم يا طلاب؟ مصعب كتبت لي الرقم علشان هاي ثواني. تمام. طيب هلا مين ضل عنده يا مس أسئلة على درس اليوم؟ برضه رح نعمل مسابقة على سين جيم، رح أحط فيها أسئلة. أول ما نسكر البث رح أروح أنزل الأسئلة، رح تجاوبوا على الأسئلة اللي موجودة عليها. ادخلوا على جروباتنا على الفيس والواتس أيضا عشان إذا عندكم أي سؤال أشرح لكم إياه. بالإضافة أن تلخيص قاعدتنا لليوم يا سادس اللي هي بتتحدث عن إنا وأخواتها، هاي العائلة زي ما حكينا ما بتدخل إلا على الجملة الإسمية، اسمها منصوب وخبرها مرفوع. مش هاد سين جيم؟ تمام. هلأ سين جيم كيف رح تدخلوا يا سادس؟ هاي عندكم تطبيق أبواب صح؟ ثواني. أول ما تدخلوا على التطبيق بالأسفل في عندكم دائرة، هاي الدائرة الزرقاء في عندكم تحت شيء اسمه سين جيم. هاي سين جيم أنا بنزل عليها الأسئلة اللي بدي أنزل لكم إياها، وإنتوا تحت السؤال بالتعليقات لازم تجاوبوا على هاي. سين جيم. سين جيم يعني سؤال جواب. طب مس هسه لو ما عبينا الفورم عادي؟
عادي ما في مشكلة، بس أنا بحب تعبوا الفورم علشان تحكوا لي يا سادس شو الشيء اللي أنتوا حابين أنا أشرح لكم إياه المرة الجاي. يعني أنا صراحة بالنسبة إلي بحب أختار أشرح لكم القواعد علشان أشوف يعني أنتوا شو الأشياء اللي حابينها، أشياء بتستصعبوها. بس المرة الماضية ما كتبتوا لي أو حدا أجمع إنه بده شيء معين. ماس أنا عندي سؤال. هلا ماس، كيف نعرف الجملة الاسمية؟ الجملة الاسمية دائما هي مس اللي بتبدأ باسم، مش زي بتبدأ بأل يعني مبتدأ بعدين بتبدأ بالضبط، والاسم هو دائما اللي بيقبل أل التعريف. مس يا مس شكرا. بس مس بدي هاي انا نسيت اعراب الخبر، مش عارفه خبر العادي ولا خبر انا واخواتها. لا خبر انا واخواتها، خبر انا واخواتها اللي هي لو كانت انا خبر انا مرفوع وعلامه رفعه الضمه. طيب نشوف يسلم. عفوا. طيب في عمر وفي ألمة. يا مس الله يعطيك العافية. الله يعافيك يا مس. قبل شوي أنا عارف كنت تنادي علي بس روحت أقضي حاجتي. عادي يا مس يعطيك العافية. الله يعافيك وأنا آسفة على اللي صار. يعطيك العافية أحمد. مس ألمة مش ممكن ترجع تردينا كيف نجاوب على السؤال؟ أي سؤال بالضبط؟ اللي على التطبيق. هلأ بتدخلوا على التطبيق، تمام؟ هلأ مباشرة أول ما أسكر رح أفتح على التطبيق وأنزل السؤال. هذا السؤال رح يكون على سين جيم. لما تدخلوا التطبيق هلأ أمامكم ما رح يبين الموبايل، تمام؟ بس في عندكم هاي الدائرة اللي بالأسفل الزرقاء، هيها في تحت خيار اسمه سين جيم، ما بعرف إذا واضح عندكم أو بشكل خفيف. هنا سين جيم، بس تضغطوا عليها رح ينقلكم للأسئلة. أنا رح أكون منزل السؤال باسمي غادة، ورح أكون أيضاً حاطة الصورة اللي دايماً بتكون أنتوا أساساً عن طريقها بتدخلوا على الرابط. أوكي شكراً يا مس. عفواً مس. يا مس مس أنتوا حليتوا صفحة 14 15؟ 14 لا، نحن حلينا بس أسئلة الدرس. تمام. هلأ كيف بدك تقيم يا زاد؟ بتدخل على الرابط اللي موجود في التعليقات، كان ببداية التعليقات. ثواني خليني أشوف، أرجع أطلع لكم الرابط. مس عندي سؤال. يمس بس هسا أنتوا رح تحلوا الصفحة 14 بحصة تانية ولا لا؟ إيش صفحة 14 موجود فيها بالضبط؟ المعجم والدلالة والفهم والاستيعاب وهدول. هلأ إحنا في عنا جروب الواتس وجروب الفيس، تمام؟ إذا عندك أي سؤال ما شرحناه خلال الدرس عادي بإمكانك تسأليني إياه وأنا رح أجاوبك عليه مباشرة، أو عادي بإمكانك تسأليني على سين جيم وأنا رح أرد عليك إن شاء الله فيه. تمام يا مس شكرا. تطلعيني على جروب الواتساب إني ما بقدر أبعت إشي، بس المشرفين في المجموعة. معناته على جروب الفيس إن شاء الله. شكراً يا مس. عفواً. هاي بدي أعطيكم في التعليقات، ثواني. هاي في الشات رح أحط يا مس رابط التقييم، بإمكانكم تدخلوا عن طريقه. إذا ما حتضل عنده سؤال بإمكانكم يا مس تطلع. مس هسا لازم نعبي الفورم؟ لا، هذا الفورم مس بالنسبة لكم أنتوا، احكوا لي شو الشيء اللي أنتوا حابين يعني أشرحه. يعني أنتوا حابين فرضاً إحنا خلال درسين، الدرس الماضي راجعنا فيه المثنى والجمع بأنواعه، الدرس اليوم أعطيتكم إنا وأخواتها، ممكن أنتوا حابين بالدرس الجاي أنا أشرح لكم الدرس نفسه،
فما في مشكلة. تمام يا مس. يعطيك ألف عافية مس. الله يعافيكم يا مس. يعطيك العافية مس. الله يعافيك يا مس. يعطيك العافية مس. الله يعافيكم جميعا يا سادس. مس هيني رحت عبيت الفور. يعطيك العافية يا أحمد. أو عمر. عمر صح؟ عافية تخبطت. الله يعافيكي. ممتاز. هلأ يفضل يا مس عبوا الفورم واحكوا لي انتو شو تقييمكم، اعطوني تقييم الحصة بشكل كامل، شو الاشياء اللي انتو حابينها. تمام يا مس. مس انا هلأ دخلت عشان جي ما ربي يشتغل عنده، ما طلع لي اشي لسه، انا ما نزلت السؤال، حكيت لكم اول ما افصل رح اروح انزل السؤال. هسه هذا السؤال اللي قلتي عنه واجب يعني؟ او تمام تمام يا مس. ضل حدا عنده سؤال؟ جنى أحمد، جنى عمر، هاني، وسام، ضل حدا يا مس عنده سؤال؟ لا. يعطيك العافية يا مس. الله يعافيك. يعطيك العافية يا مس. وإن شاء الله هلأ أدخلوا على سين جيم، وإن شاء الله المرة الجاي بنلتقي بحصة جديدة. بس يفضل يفضل يا مس تعطوني داخل التقييمات شو الشغلات اللي أنتوا حابين نشرحها المرة الجاي، درس، قاعدة، كتابة، اللي أنتوا حابينه إن شاء الله رح نشرحه. اليوم ما شاء الله مبدعين، إن شاء الله كل مرة رح يكون عنا زي هيك مسابقات. إن شاء الله يا مس. إن شاء الله. مبارك لمصعب. إن شاء الله. مس يعني إن شاء الله الحصة الجاي في جوائز مسابقات زي هيك. إن شاء الله كل حصة إن شاء الله واحد بيبدع معنا أو بيجاوب على السؤال اللي أنا بطرحه، بالإضافة اللي بيكون مشارك معنا بكل الواجبات رح نربحه. بإذن الله. مش شو بتربحوا؟ هلا احنا ربحنا مصعب الاشتراك لصف سادس، رح يفتح معاه جميع الفيديوهات. انا مشترك على منصة ابواب، بس اذا بدي يعني اجاوب اشرح يعني زيك، واخذت كمان واحدة بعطيها لاي واحد من اصحابي. ممكن برضه نجيب جوائز مختلفة، ممكن نعدد بالجوائز. يمكن يعني الله يعلم. تمام يا عمر، يعطيكم العافية يا سادس، وإن شاء الله كانت معكم مس غادة لمادة اللغة العربية، وإن شاء الله بلقاكم الأسبوع القادم نفس اليوم يوم الأربعاء الساعة 6 بحصة جديدة، وإن شاء الله بنبدع فيها زي ما أنتم حابين. عاد يا مس. شكرا يا مس. عفواً. شكرا يا مس، يعطيك العافية. الله يعافيكم جميعا ويعطيك العافيه. بس انت ليش بتصوري على الساعه 6 بدل ما تصوري الساعه 5؟ انتم متى حابين يعني تصوري الساعه 5؟ بتخلص بس 5 احسن. طيب ان شاء الله رح نشوف. انتم اكتبوا لي هاي كله بكون موجود بطلع. يعني بالتقييمات الفورم التقييم. بس 5 احسن. خلاص ان شاء الله. خلاص باذن الله يا مس، يعطيكم ألف عافية يا سادس. غلبنا. يعطيكم العافية يا رب. الله يعافيك. الله يعافيك.